فيديو النهارده باذن الله هنتكلم عن ام سي كيو اوتونوميك فيرست بارت، بدايه بالمقارنه بين سوماتيك واوتونوميك نيرفس سيستم، فانكشنز اوف سيمباثيتك اند بارا سيمباثيتك. محضر لكم اسئله كتيره ان شاء الله تكون مفيده. هنعرف كل اختيار صح او خطا. ليه يفضل تكون مذاكر اولا علشان تكون المحاضرة مفيدة إن شاء الله. أول جملة عندنا compared to somatic reflex arc، بالمقارنة للسوماتيك ريفلكس الأوتونوميك is، يعني أنا كلامي عن الأوتونوميك. motor neuron is located in anterior horn of spinal cord. الموتور نيورون هو الإيفرنت اللي خارج من السباينال كورد، سميناه موتور لانه هو سبلاي ماسلز معينه كافكتور اورجن. طبعا الاوتونوميك مكانه مش في الانتيريور هورن، المكان لاترال هورن، عشان كده ايه غلط. سنسوري نيورون، سنسوري هو النيرف اللي شايل الاحساس وداخل جوه السباينال كورد اللي بنسميه افرنت. واي افرنت عندنا سواء كان سوماتيك او اوتونوميك مكانه في الدورزال هورن وليس لاترال هورن، علشان كده اللاترال هورن هيكون اختيار غلط. افرنت لمب is composed of two neurons. طيب معنى هذا الكلام ايه؟ الإيفرنت عندنا اتنين إيفرنت للأوتونوميك، بري جانجليونيك اللي قبل ما يدخل للجانجليا وبوست جانجليونيك. فبيتكلم على الأوتونوميك عنده اتنين إيفرنت، أقول له صح، وإن الجانجليا أوتسايد السي إن إس، فسي هو الاختيار الصح. دي إيفرنت هاز وان ترانسميتر، غلط لسبب، لان الاوتونوميك سواء سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك احنا بنتكلم على تو ترانسميترز. البري جانجليونيك لازم يطلع اسيتايل كولين، وهركز على ده الفيديو سكند بارت اوتونوميك ام سي كيو. اي جانجليا جواها ريسبتور لا يستقبل الا اسيتايل كولين، علشان كده البري جانجليونيك سواء سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك يطلع اسيتايل كولين. البوست جانجليونيك لو بتكلم عن سيمباثيتك يبقى بيطلع نور ادرينالين في معظم الحالات، ولو بوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك يكمل بالاسيتايل كولين. عشان كده الافرنت اوف اوتونوميك هاز تو ترانسميتر. وان ترانسميتر ده للسوماتيك نيرف فقط. نيجي للسؤال التاني concerning the autonomic ganglia all are true except. بالنسبة للجانجليا they act as distributing center. الإجابة دي صح. ليه؟ لأن الجانجليا بيدخل فيها one pre-ganglionic ويخرج منها 32 بوست جانجليونيك سيمباثيتك. لو عاوز تشغل اورجانز كتيره في وقت واحد زي اثناء الاكسرسايز او الاسترس لازم يبقى اللي خارج من الجانجليا اعصاب كتيره رايحه لللنج للهارت للجي اي تي لاماكن مختلفه، علشان كده لازم يحصل دايفيرجنس او تتفرق. مين اللي يفرقها؟ هو الجانجليا محط التوزيع، عشان كده ايه صح. خلي بالك هو طالب مني اكسبت ما عدا الاجابة الخطأ. طيب they are four types lateral collateral terminal and modified. اقول له صح. اللاترال والكولاترال دول بيخدموا وظيفة السيمباثيتك. ليه؟ قريبين من السباينال كورد، وبالتالي
البري جانجليونيك اللي داخل لهم قصير، والبوست جانجليونيك اللي خارج منهم طويل لان هما بعاد عن الاورجنز. طيب اما تيرمينال معناها نهائي، الجانجليا تبقى قريبه من الاورجن او جوه الاورجن، ده معناه ان البري جانجليونيك قبل ما نوصل للجانجليا طويل جدا، والبوست جانجليونيك قصير لانه دخل جوه الاورجن. حتى بيقولوا ان التقسيمه بري جانجليونيك 1 بوست جانجليونيك بالكتير 2، ده بيخلي الاكشن لوكالايزد محدد، وده بيخدم وظيفه البارا سيمباثيك. دايما اثناء الرست، وده شيء طبيعي جدا، لازم الاكشن تبقى محدده، بمعنى ههضم دلوقتي، ما ينفعش مع الدايجيشن في ديفيكيشن، فلازم اسيتايل كولين ممثل الباراسمباثيك يشتغل ثم نكسره ونرجع نكونه ونشغله على اورجان جديد. اما السمباثيك لا. زير كيميكال ترانسميتر از اسيتايل كولين، صح، لان اي جانجليا جواها نيكوتينيك ريسبتور، الريسبتور ده سنسيتيف للاسيتايل كولين وسمول دوز اوف نيكوتين. اخر اختيار زير ميجور ريسبتور از ماسكارينيك، هنا تقول لي غلط، ماسكارينيك ريسبتور لا يوجد على جانجليا، ماسكارينيك ريسبتور موجود على اورجن هارت، تقول لي مثلا على الاي، تقول لي على السليفري جلان، على مكان. الجانجليا دي خلايا عصبية، ما اقدرش اعتبرها اورجن. طبعا طالما البداية غلط الجملة كلها غلط. طب لو انا عاوز الصح هقول نيكوتينيك، وده بلوكد باي، عندي كذا دواء يقفل النيكوتينيك ريسبتور، يمنع ان هو يستقبل اسيتايل كولين. نيكوتين لارج دوز، وده ممكنة، كوراري وهكسا ميسونيوم، فالإجابة الصح اكسبت دي. السؤال اللي بعده، ما زلنا في الأوتونوميك جانجليا، أنا هنا هركز لك على نقط معينة. All are true except they are sites of relay of all autonomic pre-ganglionic fibers. ركز معايا في كلمة all، قول دي اللي خلتها غلط. ليه؟ لاني مش شرط اي بري جانجليونيك يعدي على اول جانجليا يعمل فيها ريلي او تحول الى بوست جانجليونيك، قد يكون الريلي بعدها او الجانجليا اللي قبلها فوقيها او تحتها، فده مش شرط. زي اكت از اكسبانشن سنتر، اكسبانشن معناها تمدد، زي التوزيع distribution center، صح. all present adjacent to the spinal cord، برضو اقول لك غلط. ليه؟ terminal ganglia ده موجودة قريبة من الأورجن او جواه. رأس السؤال قال لي autonomic ganglia، ما حددش sympathetic او parasympathetic، علشان كده المفهوم بتاعي سيكون أوسع. فسي غلط وإيه غلط. دي their major receptors are nicotinic that are specifically blocked by hexamisonium، صح وإحنا قلناه. السؤال اللي بعده، both sympathetic and parasympathetic. قبل ما نقرأ الاختيارات خلي بالك إن العنوان بيتكلم عن الاثنين مع بعض، الاثنين دول مع بعض post ganglionic fibers are located in the effector organ. خلي بالك بقى من الجملة دي فيها خبص شوية، دايما البوست ganglionic بيطلع chemical transmitter يمسك فيه receptor
على الاوتر سيرفيس اوف ذا اورجن. يعني انا كفايبر ما دخلتش جوه الهارت مثلا او جوه الجلانز، لا ما عملتش كده، عشان كده الجملة دي غلط. لكن الصح ايه؟ اني باراسيمباثيتك جانجليا، وبرضو العنوان بوس سيمباثيتك اند باراسيمباثيتك. احيانا تفاصيل دقيقة جدا هي اللي تقول لك الجملة صح او خطأ. بوست جانجليونيك فايبرز سكريت اسيتايل كولين at their synaptic terminals. الباراسيمباثيتك كله يطلع اسيتايل كولين كبوست جانجليونيك، اما السيمباثيتك لا، بعض السيمباثيتك بوست جانجليونيك يطلع اسيتايل كولين اللي رايح للسويت جلانز. عايزين نزود افراز الغدد العرقيه. دايما الباراسيمباثيتك متخصص اي جلاند ما عدا السويت جلاند، فالسيمباثيتك قال له انا هستلف منك الكيميكال ترانسميتر بتاعك في الجزئيه دي. السيمباثيتك متخصص يضيق كل الفيسلز ما عدا اتنين، كوروناري فيسلز والسكيليتال ماسل بلاد فيسلز، لازم يوسعهم، لازم يكونوا اكتيفيتد. طيب ازاي نعمل فازو دايلاتيشن؟ يبقى نشتغل بالاسيتايل كولين. طالما هو ما حددش وما قاليش صم وسابها لي كده برضو غلط. بوست جانجليونيك فايبرز مي بي ايزر كولينيرجيك اور ادرينيرجيك. طالب الشاطر يقول لي دي صح، قد تعتمد على اسيتايل كولين، تبقى انت بارا سيمباثيتك ككل، تعتمد على اسيتايل كولين كبعض سيمباثيتك، تمام، برضو كولينيرجيك، لان كلمة ايرجيك معناها يخرج، انا بخرج اسيتايل كولين من نهايات النيرف عشان امسك في ريسبتور على اورجن، او اكون ادرينيرجيك اعتمد على نور ادرينالين. ده لو كلامي عن السيمباثيتك، عشان كده رأس السؤال عام. Pre-ganglionic fibers originate from brain stem and sacral region. الجملة دي على بعضها اقول غلط، لان رأس السؤال بيتكلم عن both sympathetic و para sympathetic. طيب السيمباثيتك الاوريجين بتاعه سوراكو لامبر، والبارا سيمباثيتك الاوريجين بتاعه كيرينيو سيكرال. فالجمله اللي مكتوبه دي تمشي مع البارا سيمباثيتك فقط، ما تمشيش مع السيمباثيتك، عشان كده هختار الاجابه الصح هو سي. خلي بالك ان الاوريجين اوف بارا سيمباثيتك خمس اعصاب، أربعة منهم كرينيال، كرينيال نيرف 3 و7 و9 و10 وواحد اسمه بيلفيك نيرف. أما السيمباثيتك من أشهر الأعصاب بتاعته جريتر سبلانكنيك، وده هجيبه في جملة ام سي كيو النهاردة، وليسر سبلانكنيك نيرفز. السؤال اللي بعده جنراليزد أدرينيرجيك stimulation would cause. طبعا كلمة general المقصود بيها تأثير عام للسيمباثيتك. يزود الهارت ريت، اقول لك اه، وكان ليها مصطلح علمي جميل positive chronotropic. خلي بالك ضربات القلب انا بحسبها كام ضربة في الدقيقة. chrono means time، زي ما شرحنا في النيرف وقلنا كرو ناكسي. طيب والكونتراكتيليتي هو بيزود من قوة الانقباض بوزيتيف اينوتروبيك. يضيق البيوبل والاير باسجز، بي خطأ تماما. سيمباثيتك دايليت البيوبل، وحتى كان ليها اسم علمي مايدريزيس، ويوسع
الاير باسجز او البرونكاي. سي دروب اوف بلازما ايبينفرين ونور ايبينفرين. لا ده العكس، انا هزود الليفل اوف كاتيكولامينز اللي خارجين من الادرينال مظله. ميكتوريشن وديفيكيشن خطا تماما. السيمباثيك بيعمل ريلاكسيشن للوول سواء يورينري بلادر او ريكتوم، ويقفل المحابس كونتراكشن اوف انترنال يوريسرال وانال اسفنكتر. دايما الاسفنكترز عندنا نوعين، نوع ارادي اتحكم فيه بنفسي اسمه اكسترنال، والاوتونوميك ملوش علاقه بيه. اوتونوميك يتحكم في اللي انت ما تقدرش تتحكم فيه. الاكسترنال ده سبلايد باي بيودندال نيرف، ده السوماتيك. اما الانترنال هو الانفولنتري. طيب السؤال اللي بعده، ريستنج تونز ان اوتونوميك. كلمه تون معناها حاجه شغاله طول الوقت. السيمباثيك طول الوقت بيعمل مايلد فازو كونستريكشن، يضيق الفيسلز بين البنين، لا يضيقها على الاخر فالضغط يعلى قوي، ولا هو يوسعها على الاخر فالبريشر يقل قوي. يعني هو بيحافظ على الافريج بريشر 120 على 80. عشان كده رقم ايه صح. كلمه تون مينز كونتينيوس ديستشارج. طب نيجي بقى للباراسيمباثيك. تاثير الباراسيمباثيك على الاي في تون؟ تقول لي لا. الباراسيمباثيك كتون حاجتين، بيعمل مايلد كونتراكشن للجي اي تي وول في الحد الادنى من الضغط في جدار المعده والامعاء. ده شيء مهم. تخيل لو ما فيش كونتراكشن في الوول، كان الطبقتين بتوع الاستومك التو كيرفيتشر طبقوا على بعض. حاجه التانيه الفيجاس. الفيجاس طول الوقت بيقلل من نشاط الساينو اتريال نود او منظم ضربات القلب من 110 بيت الى 70 بيت، سميناها فيجال تون. تعال نشوف الاختيارات. فيجال افكت اون يورينري بلادر. اولا الفيجاس اناتوميكالي ما بيروحش لليورينري بلادر، ده الجمله غلط خالص. ثانيا لو على تون، فيجال تون ده على الهارت. سيمباثيك افكت اون جي اي تي غلط، لان اللي ليه تون على الجي اي تي هو بارا سيمباثيك، فالصح ايه اللي بعدها. سيمباثيك از اكسايتاتوري اونلي. الجمله مقتضبه ومختصره قوي، معناها ايه؟ هل السيمباثيك شغلته فقط كونتراكشن او فازو كونستريكشن؟ اكسايتاتوري يعني ضيق. اقول لك غلط، لان السيمباثيك بيعمل ريلاكسيشن للوول بتاع الاستومك، وول اوف جول بلادر، وول اوف يورينري بلادر وريكتا، فهو مش اكسايتاتوري، مش كونتراكشن طول الوقت. لو جينا بصينا البي برضو غلط. انهيبيتوري معناه يوسع. انا كسيمباثيك دوري اوسع فقط طول الوقت؟ تقولي لا، ما انا بعمل كونتراكشن للسفنكتر سواء بايلوريك او سفنكتر اوف اودي بتاعت الجول بلادر، او انترنال يوريسترال انترنال انال، او كونتراكشن للسبلين، فده غلط. نوت اكتنج ديورينج ريست، غلط. في سيمباثيك تون اون بلاد فيسلز شغاله ديورينج ريست. بري دومينيتس يعني تتسيد ان فايت اند فلايت. تعال افكرك بالنظري، سيمباثيك بيشتغل في الامرجنسي في الظروف الطارئه، اللي هم اربع كلمات يبتدوا بحرف الاف: فير فايت فلايت فرايت. الخوف الكر الفر فر صح
هي رقم دي او الامرجنسي حالة الطوارئ. السؤال اللي بعده: sympathetic nervous system has craniosacral origin. غلط، ليها سوراكو لمبر origin. contract ciliary muscle. تعال افكرك، ciliary muscle هي عضلة في العين وبتكون حوالين العدسة، حوالين اللينس. المفروض السيمباثيتك بيساعد على الرؤية البعيدة، فالعضلة دي لازم تبقى ريلاكسد علشان اللينس تكون فلات مبططة. فالصح ريلاكس السيلياري مصل ويساعد على فار فيجن. الجملة كلها غلط، ده لو جزئية واحدة فيها غلط هتبقى غلط. causes vasodilatation of coronary vessels طبعا صح. الفيديو القادم هقولك ازاي السيمباثيتك بيوسع الكوروناري. causes relaxation of external sphincter. الجملة دي فيها كلمتين غلط. اولا contraction، انا بضيق، وضيق الانترنال اللي هو الانفولنتري، انا ماليش دعوة بالاكسترنال. السؤال اللي بعده: regarding sympathetic nervous system supplies esophagus. هتقول لي غلط تماما، في organs supplied by parasympathetic only زي esophagus، ده parasympathetic بس. الorgan جزء ده بيساعد في السوالوينج. على فكرة الباراسيمباثيتك سبلاي اولي إيسوفيجس، بيوبيلو كونستريكتور مصل، وكل الغدد بتاعت الجهاز الهضمي. كوزس فازو كونستريكشن اوف، بص الكلمة اول فيسلز، اهي اول دي اللي خلتها غلط. سيمباثيتك بيضيق كل الفيسلز ما عدا اتنين، كوروناري شريان التاجي وسكيليتال مصل blood vessels. release acetyl choline at all postganglionic neurons. تقول لي طبعا غلط، احنا اتفقنا صم، يبقى الإجابة none of the above. السؤال اللي بعده: sympathetic fiber originate في السوراكو لمبر. تقول لي دي قلناها صح، بص بقى معايا على بي وسي، هنعمل مقارنة بين البريجانجليونيك سيمباثاتيك وباراسيمباثاتيك. بريجانجليونيك سيمباثاتيك أطول من البريجانجليونيك بارا؟ طالب الشاطر يقول لي لا، العكس صحيح، البريجانجليونيك بارا طويل جدا. طب سي بوستجانجليونيك سيمباثاتيك أقصر من البوستجانجليونيك باراسيمباثاتيك؟ تقول لي طبعا غلط، العكس صحيح، المفروض ان البوست جانجليونيك سيمباثاتيك طويل عشان يعمل دايفيرجنس ويشغل اورجانس كتيره في وقت واحد. سيمباثاتيك كوز فازو دايلاتيشن اوف بالمونري ارتري. لا، هو بيضيق البالمونري ارتري عشان يزود البريشر فيه ويعمل بريشر جريدينت، فرق ضغط بين البالمونري ارتري والبالمونري فينز. الليفت اتريم عايز يملى والليفت فنتريكل عايز يوصل له بلد عشان يعمل ايجكشن، اندفاع للدم ويزود كاردياك اوتبوت. السؤال اللي بعده: انجري اوف وان سيرفايكال سيمباثيتك تشين. في النظر قلنا ان في سيمباثيتك تشين او سلسله سبلاي هيد اند نيك، لو اتقطعت بيبقى في مرض اسمه هورنر سيندروم. فهورنر بيقول هل هيحصل loss of sweat from the same side of the face. عايز اقول حاجة قبل ما نجاوب، هورنر قال ان الليجن او الاصابة في نفس ناحية القطع. الطبيعي السيمباثيتك يخليني اعرق، في هورنر هفقد العرق في نص الوش في مكان الإصابة، عشان كده إيه صح سميناها في النظري ان
هايدروزس. هايدرو معناها ميه، ما هو السويت نسبه كبيره منه ميه، اوزس زياده، وان مفيش، مفيش ميه زياده. تمام. دروب اوف ابر ايليد، سيمباثيتك، بيرفع الجفن لفوق، لما يتقطع يحصل توزس. بس ركز معايا في تكمله الجمله، توزس في الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن، تقول لي غلط، هي في نفس الناحيه. سي فازو دايلاتيشن اوف فيشيال بلاد فيسلز، الطبيعي السيمباثيتك بيعمل ايه؟ بيضيق الفيسل. طب لما يتقطع الفيسل هيوسع، بس ركز معايا في التكمله، اون بوث سايدز، تقول لي غلط، هو على ناحيه واحده. لاحظ معايا ان التكه في السؤال السيم سايد اوبوزيت سايد او على الناحيتين، عشان كده اقرا الجمله برعايه حتى النهايه. باي لاترال دايلاتيشن اوف ذا بيوبل، الطبيعي ان السيمباثيتك بيوسع البيوبل، فلما يتقطع سيرفايكال سيمباثيتك تشين البيوبل هتضيق مايوزس بس على ناحيه واحده، فدي غلط. السؤال اللي بعده، سيمباثيتك كونتراكت ذا جاستريك وول، طبعا غلط، سيمباثيتك ريلاكس ذا وول، ما ينفعش كونتراكت. لو كونتراكت جدار المعده يساعد على الهضم، وده احنا مش عايزينه وقت المجهود او الجري. انكريز يورين فورميشن، لا ده بيوقف الميكتيوريشن. هاز هاير برين كنترول اوفر ات، صح، السيمباثيتك سوراكو لمبر لكن تحت سيطره الهايبوثالامس، تحت سيطره البرين ستيم. الهايبوثالامس في سيمباثيتك اند بارا سيمباثيتك نيوكلياي، الكلام ده هنقوله في ثالثه طب نظام جديد. حاجه الثانيه، احنا بنقول ان السيمباثيتك دايما بيضيق الفيسلز مايلدلي، طيب مين اللي بيديله الامر؟ سنتر في المظله اسمه بيعبر عن وظيفته، فازو موتور سنتر، سنتر يعني مركز، وفازو يعني فيسل، وموتور يضيق، المركز اللي هيضيق الفيسل عن طريق سيمباثيتك فايبرز، ده مهمة جدا. ايوه يبقى في كنترول عليا. اتس مين ترانسميتر از ادرينالين، خطا، المين ترانسميتر الاساسي هو نور ادرينالين، قد نحتاج ادرينالين بس مش على طول، لو احنا عايزين مور اكتيفيتيز، عايزين نبقى مور ميتابوليكالي اكتيف، نحول النور ادرينالين الى ادرينالين عن طريق انزيم اسمه ان ميثايل ترانسفيريز انزيم. السؤال اللي بعده، سيمباثيتك ستيميوليشن، خلي بالك انا مدي لك جمل كتيره عن الفانكشنز، اسئله الام سي كيو يا اما اجيب الجمله بدون تحديد، يا اما اتكلم عن نيرف معين، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. السيمباثيتك بيعمل لايبوجينيسيس، تقول لي غلط، السيمباثيتك ما بيصنعش دهون، لا بيكسر الفات الى فاتي اسيد كمصدر للطاقه، وبيأخر الفتيج او الاجهاد العضلي، ده اوربيلي افكت، يبقى ايه غلط؟ يقلل البلاد جلوكوز ليفل، غلط، سيمباثيتك بيكسر الجلايكوجين الى جلوكوز، جلايكوجينوليسيس، فدي خطا. بيزود الجاستريك والانتستينال موتيليتي، طبعا لا، ريلاكسيشن اوف انترنال يوريسترال سفنكتر، غلط، كونتراكشن. الصح الاخيره كاتابوليك افكت، السيمباثيتك بيكسر في الجسم، بيحرق في طاقتك، بيخليك تخس، كاتابوليك هدام، بعكس الباراسيمباثيتك اللي بيشتغل اثناء الريست، اكل
واهضم، وزني يزيد، انا انابوليك، انا بناء. السؤال اللي بعده ده بقى سؤال التحديد اللي انا قلت عليه، greater splanchnic nerve stimulation of GIT. اولا greater splanchnic هو احد اعصاب السمباثاتيك. هفكرك من النظري سميناه كده ليه عشان نعرف نجاوب صح. splanchnic معناها فيسرا، greater الاكبر، انا العصب اللي بيغذي organs كتيرة. فين الأورجنز الكتيرة اللي في جسمي؟ في الأبدومن، في الجي اي تي. بص بقى الاختيارات، استونيكالي أكتف. تقول لي خطأ لأن كلمة تونيك شغال طول الوقت. الحاجة اللي شغالة طول الوقت على الجي اي تي تعمل له مايلد كونتراكشن للول بارا سيمباثاتيك، والجريتر سبلانكنيك نيرف لا يعتبر بارا سيمباثاتيك. causes inhibition of the wall. صح، inhibition يعني relaxation. طب relaxation of sphincter؟ تقول لا ده بيضيق السفنكتر. stimulate secretion of the stomach؟ طبعا لا، sympathetic بيقلل جميع الافرازات ال HCL bicarbonate bile الى اخره. السؤال اللي بعده stimulation of sympathetic nervous system يعمل كله ما عدا يوسع البيوبل. تقول لي صح، مايدريزس، جلايكوجينوليسس، صح لسه قايلينها، contraction of the spleen، صح انا بعصر السبلين واخرج منه الريد سيلز المتخزنه to carry more oxygen to tissues اثناء الاكسرسايز، ما عدا برونكو كونستريكشن المفروض يوسع البرونكاي. ندخل بقى على الباراسيمباثاتيك فانكشن. باراسيمباثاتيك نيرفز جنرالي عامه عندها اوبوزيت افكت لتاثير السيمباثاتيك لما هما الاثنين سبلاي نفس الاورجان. تقول لي الجمله دي انا موافق عليها تماما، دايما البارا عكس السيمباثاتيك. سيمباثاتيك يضيق الفيسل، البارا يوسعه. سيمباثاتيك يزود الكاردياك بروبرتيز، البارا العكس. سيمباثاتيك ريلاكس ذا وول، كونتراكت السفنكتر، البارا العكس. ولكن هما الاثنين يتشاركا سويا، خلي بالك، في مكانين، سليفري جلانز وسكس اورجانز. في السليفري جلانز عشان اكون سلايفا انا محتاج ميه زائد انزيمز، الباراسيمباثاتيك يكون الووتر كونتنت. طب لسه باقي انزيمز، مين اللي يكونها؟ السيمباثاتيك. فهنا احنا مش عكس بعض، احنا بنكمل بعض. حاجه تانية، سكشوال انتركورس، الباراسيمباثاتيك يبدا العلاقه ايركشن، بيوسع الاوعيه الدمويه بتاعت الميل جينيتال اورجن. السيمباثاتيك بيختمها، بيعمل فازو كونستريكشن، يضيق الميل جينيتال اورجن ويخرج السيمن، عمليه ايجاكيوليشن. فخلي بالك احنا مش طول الوقت عكس بعض. انا ليه اعتبرتها صح الجنرالي عامه، لكن لو قال لك 100% opposite to each other لا. tend to have، هنا بقى بقارن الباراسيمباثاتيك بالسيمباثاتيك، longer post ganglionic than pre ganglionic fibers. انا بقارن الباراسيمباثاتيك بنفسه، البوست بتاعه اطول من البري. اقول له غلط، ده البري ganglionic بتاعك اطول من البوست. بص على سي بقى، plays an important role in function of skin. طالب الشاطر يقول لي skin ايه يا دكتور؟ skin ده does not supplied by parasympathetic. اللي skin عليه sweat glands، غدد عرقية، supplied by sympathetic only. يبقى دي غلط.
important for emergency. الإجابة خطأ. Parasympathetic شغال أثناء الرست، فالإجابة الصح A. السؤال اللي بعده: Parasympathetic preganglionic usually shorter than parasympathetic postganglionic. تقولي دي احنا لسه قايلينها. طبعا الإجابة خطأ. Synapse with postganglionic in a ganglia adjacent to spinal cord. هل الجانجليا بتاعت الباراسيمباثيتك جنب السباينال كورد؟ تقول لي طبعا لا، ده جنب الأورجن أو جواه. يبقى الإجابة الصح هي C، near or inside the organ. Are adrenergic nerve fibers. طبعا غلط، لأن المين ترانسميتر of الباراسيمباثيتك أسيتايل كولين. نيجي للسؤال اللي بعده: Parasympathetic activity restricted مقيدة لأورجن معين because all of the following ما عدا. عاوز الإجابة الغلط. نمشي اختيار اختيار. Weaker effect of acetylcholine. طبعا acetylcholine قلتلك في بداية الفيديو بيعمل شغله يتكسر ثم نكونه من جديد عشان يبقى شغله localized محليا ما ينتشرش. مين اللي يكسر الأسيتايل كولين؟ كولين استريز إنزيم. هنعرف الفيديو القادم إن الإنزيم ده ليه نوعين: ترو أند سودو. رابيد ديستركشن رقم بي هي إيه؟ صح. لوكاليزيشن أوف جانجليا نير ذا أورجن، ما هي دي أحد الأسباب اللي خلته لوكال. الجانجليا جنب الأورجن قريبة منه مش بعيدة عنه، ونعمل دايفيرجنس ما عندناش الميزة دي. ما آخر اختيار طبعا اكسبت آخر اختيار ليه؟ ملوش علاقة بالعنوان. هتقولي لو أنا قريته absence of parasympathetic supply to cutaneous structure، يا دكتور جملة صح، parasympathetic ما بيروحش للسكين، ولكن ايه علاقته ان الاكشن restricted to a certain organ؟ يبقى accept دي. السؤال اللي بعده: parasympathetic division of autonomic nervous system يتميز being active اثناء الاسترس؟ تقول لي لا. release acetylcholine at postganglionic؟ صح. عنده wider distribution than sympathetic؟ الإجابة لا. ليه؟ السيمباثاتيك في دايفيرجنس، بشغل أورجنز كتيرة في وقت واحد، عندي جنرال أكشن. أما الباراسيمباثاتيك التوزيع بتاعه ليميتد محدد، لأنه هو شغال في مكان معين. هافينج كاتابوليك، تلك لا، أنابوليك هو بناء. باراسيمباثاتيك بيرفورم one of the following. عايز اختار الإجابة الصح. positive enotropic، هل بيزود قوة الكونتراكتيليتي؟ تقولي لا، ده هو negative enotropic. mydriasis، تقولي لا، parasympathetic بيضيق البيوبل ويقلل كمية الضوء اللي داخله جوه العين، دي غلط، المفروض ميوزس. Negative chronotropic صح، لأنه بيقلل الهارت ريت. Parasympathetic اقتصادي، بيقلل كل cardiac properties. هو راضي إن الهارت بيضخ 5 أو 5.5 لتر دم في الدقيقة، عاوز يقلل مجهوده. طب ejaculation، أقول لك خطأ، erection. فالصح هو C. Parasympathetic produces all except salivation. صح، دايما واحنا بنتكلم في مية في بقنا تساعدنا على الكلام، تساعدنا على الاكل، ده during rest، ده العادي، فدي صح. gastric secretion صح. contraction of sphincter of Oddi غلط. الاسفنكتر of Oddi هو محبس
الجول بلادر. الجول بلادر مخزنه بايل زي ما احنا عارفين في الطبيعي باراسمباثيك كونتراكت الوول يعصر جدار الجول بلادر، وعشان يخرج البايل يفتح السفنكتر اوف اودي فيخرج البايل يساعد على الدايجشن والإيمالسيفيكيشن للدهون، يبقى ما عدا سي دي انا قصدي بيها contraction of urinary bladder wall صح. نيجي بقى الاسئله متتابعه عن الفيجاس نيرف. اخترت الفيجاس كام سي كيو لانه اهم بارا سمباثيك نيرف، 70% من البارا سمباثيك نيرفز هو فيجاس. الفيجاس كونتينز بارا سمباثيك بوست جانجليونيك فايبرز. عايزك تتامل حاجه، الفيجاس خارج من المضله فيجال نيوكلياس ان مضل في الميلبرين ستيم، هينزل على اللاترال هورن سيل الاوريجين اوف اوتونوميك ويخرج منها كايفرنت كبري، كل ده بري جانجليونيك، وعند الجانجليا يخرج بوست جانجليونيك عشان ينفذ الفانكشن بتاعته. عشان كده هقول ان ايه غلط، هو الفيجاس ده بري اند بوست جانجليونيك فايبرز. نبص على الاختيار التاني، دايركت افكت اون فينتريكولار كونتراكشن. اناتوميكالي لا، فيجاس داز نوت سبلاي ذا فينتريكل، الفيجاس بيقف عند الاتريوم يقلل من نشاط الاس اي نود من 110 بيت الى 70 بيت، ولما يقل نشاط البيسميكر او منظم الضربات في النهايه هيقل الكوندكشن في الهارت فيقل الفنتريكولار كونتراكتيليتي. فالصح نقول indirect effect وليس direct. Vagus causes micturition. Anatomically غلط. الفيجاس ده supply يشتغل من أول الإسوفيجاس وطبعا التشست الهارت والأبدومن حتى البروكسيمال one third of colon. Vagus ما بيغذيش اليورينري بلادر فمالوش علاقة بميكتوريشن. يزود الجاستريك سيكريشن صح. طب يزود السليفري سيكريشن لا، اللي ليه علاقة بالصليفة الفيشيال وجلوسو فارينجيال نيرف. السؤال اللي بعده، ستيميوليشن اوف فيجاس نيرف يقلل الهارت ريت، تقولي صح. يزود الكوندكشن في الاي في نود، غلط، بيقلل الكوندكتيفيتي جوه القلب. يزود الاتريال اكسايتابيليتي، بالعكس بيقلل الاتريال اكسايتابيليتي. يزود الاكسجين كونسامشن، طبعا لا، هو بيقلل نشاط القلب فبيقلل استهلاكه من الاكسجين. فالجمله الصح ايه؟ فيجاس نيرف بروديوسز اول except. طبعا برونكو كونستريكشن صح، انا عايز اضيق البرونكاي واقلل كميه الاكسجين اللي داخله. برادي كارديا صح، برادي يعني بطيء وكارديا قلب يعني بيقلل الهارت ريت صح. سيكريشن اوف بايل صح ما عدا ميكتوريشن. السؤال اللي بعده، ركز معايا في الصيغه، which of the following not stimulated by vagus. افكر انا ازاي في راس السؤال قبل ما ابص في الاختيارات، يعني مين الاورجن او المكان اللي الفيجاس ما بيروحلوش؟ على طول هتقولي penile erection. ملوش علاقه بالجينيتال اورجنز، اللي ليه علاقه بالجينيتال اورجنز او البلفس هو البلفيك نيرف خارج من السيكرال سيجمنت S2 و3 و4. حتى في الاناتومي قالوا لنا معلومه حلوه قوي، ان البلفيك نيرف اسمه بيعبر عن وظيفته مش بس عن المكان بلفس. نالهم يعني ايه؟ قالوا اسمه التاني نيرفاي ايريجنتس،
نيرفاي يعني نيرف، وإيري E-R-I يعني إريكشن، وجنتس جينيتال أورجن، النيرف اللي بيعمل إريكشن للميل جينيتال أورجن. عايز أقولك معلومة، إن الأورجنز سبلايد باي سيمباثيتك أولي كانوا بيبتدوا بحرف الإس، سكين عليها سويت جلانز، سكيليتال ماسل بلاد فيسلز، سبلين وسوبرارينال أدرينال مضلة. آخر جملة عندنا في فيديو MCQ Autonomic First Part، Stimulation of Sacral Autonomic. قبل ما أكمل الاختيارات أنا عايز طريقة التفكير، هل كلامي في رأس السؤال عن Sympathetic ولا Parasympathetic؟ تقولي طبعا Parasympathetic. ليه؟ لأن Sympathetic الأوريجين بتاعه سراكو لمبر، ما اتكلمناش على سكرال انه خارج منها، لا هو بيبقى طالع من اللمبر اللي هو الليسر سبلانكنيك يشتغل على سكرال، لكن انه طالع من سكرال سيجمنت لا. طب ليه كلامنا على البارا سيمباثيتك؟ الاوريجين بتاعه كرينيو سكرال، وده مهم قوي، يعمل ميكتوريشن صح، كونتراكشن للول، ريلاكسيشن اوف internal urethral sphincter. طيب بص معايا، هل الباراسيمباثيتك كونتراكت سيمينال فيسيكل، تخرج سيمن تعمل ايجاكيوليشن؟ تقول لي طبعا لا، دي وظيفه السيمباثيتك. نيجي لسي، فازو دايلاتيشن اوف بلاد فيسلز. نقف حاجه بسيطه، باراسيمباثيتك ايوه يوسع البلاد فيسلز، لغايه دلوقتي الجمله صح، شوف التكمله بقى of the lower limb. لو انت عارف اناتومي كويس، lower limb supplied by lumbar dermatome، وانت بتقول لي في راس السؤال sacral، عشان كده سي غلط. vasoconstriction of blood vessels of external genitalia، ايه رايك؟ تقول لي غلط، هو بيعمل erection، انتصاب العضو الذكري، يبقى لازم معاها فازو دايلاتيش، يبقى دي اختيار خطأ. الصح عندنا هو ايه؟ اتمنى في نهاية هذا الفيديو تكون لمينا الفانكشنز اوف سيمباثيتك اند باراسيمباثيتك. يجي السؤال عام، يجي السؤال بيحدد لك نيرف معين، جريتر سبلانكنيك، ليسر سبلانكنيك، فيجاس نيرف، او يجي السؤال عن طريق الاوريجين، يعني ما اقولكش مثلا فيجاس، اقولك الاوريجين بتاعه، اقولك ايه مدلري نيوكليس، او اجي في السيمباثيتك اقولك الاوريجين، اقولك سيرفايكال سيجمنت مثلا، ابر تو ثوراسيك سيجمنت بروديوسز، او ابر اربعة ثوراسيك سيجمنت عمل ايه. مهم جدا تكون عارف الاوريجين، لاني خلال من خلال الاناتومي انا اقدر احدد الفانكشن بتاعتي اللي هتشتغل ايه، زي فكره اللور لمب ده لمبر، وانت ايه اللي في السؤال سكرال. ان شاء الله ام سي كيو اوتونوميك سكند بارت سيشمل اسيتايل كولين ونور ادرينالين ريسبتورز، وهنحط كلينيكال ام سي كيو علشان تعرف ايه اهميه الريسبتور واستخداماتها ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمد فايز.